مساء الخير. نهار اليوم بدأ تأثير المملكة بالكتلة الهوائية الحارة، وكانت الأجواء حارة في أغلب المناطق، وبلغت العظمى في عمان 36 درجة مئوية. هاي الليلة بترتفع درجات الحرارة وبتكون الأجواء أكثر حرارة، وبتوصل درجة الحرارة ل 23 ورطوبة 44. غدا كتلة هوائية حارة وأجواء حارة في أغلب المناطق، وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل 36 وبتنخفض بالليل ل 23 درجة. يومي الثلاثاء والأربعاء تراجع قليل للكتلة الهوائية وبتوصل درجة الحرارة ل 34 وبالليل 22. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في أغلب مناطق المملكة. إربد 20 وغدا 32، عجلون 19 وغدا 32، جرش 20 وغدا أجواء حارة 36 درجة. بتسجل درجات الحرارة في المفرق 23 وغدا 36، الزرقاء أجواء صافية 23 وغدا أجواء حارة 40 درجة مئوية. بالسلط 22 وغدا 34، مادبا 21 وغدا 35، مطار ملك علياء 21 وغدا أجواء حارة 39 درجة. بتسجل بالبحر الميت 26 وغدا 39، الكرك 20 وغدا 33، الطفيلة 21 وغدا 32 وأجواء مشمسة. معان 24 وغدا أجواء حارة 38. العقبة 29 وغدا 41. نهاية برويشد بتسجل درجات الحرارة 25 وغدا 45. ومن خلال الصور التوضيحية نلاحظ اندفاع كتلة هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية نحو المملكة، عملت على ارتفاع بدرجات الحرارة يوم الأحد وتستمر خلال الأيام القادمة. إذا ملخص الحالة الجوية. الاثنين ذروة الكتلة الحارة وتنبيه من ضربات الشمس وتراجع شدة الحر قليلا يوم الأربعاء. بننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. وصلنا لنهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة، عودة لليلى. شكراً مريان.